درجة آخر التوصيات رقم 19 في تشكيلة القوافل. حسام الجاني دم شخرج الدودة رقم 25 ويدخل مكانه يوسف البلالي بهذا من جانب الترجي. وبالنسبة للمكان دودة صمام الأمان في دفاع الترجي هيثم جويني لليمين يوسف البلالي يوسف البلالي يوسف البلالي يوسف البلالي يوسف البلالي والدراجي ازدواجية رجع الكرة من دفاع القوافل من خالد السعيري أيضا أحقاقا للحق تبعوا العملية هذه. البلايلي لليمين أفول 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 يرفع الكرة خالد الغرسلاوي تلاوي جويني ممتاز العملية يوسف البلايلي واحد اثنين هيثم جويني هيثم جويني ويخرج عليه العيار البلايلي على اليمين البلايلي أمام خالد السعيري البلايلي أمام خالد السعيري يتعدى البلايلي يرفع الكرة ثم خالد الغرسلاوي خالد الغرسلاوي يراوغ العارس وحده على الجهة اليمين للقوافل ياخذ الكرة خالد الغرسلاوي يوسف البلايلي 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 خالد الغرسلاوي وتدفك الكرة ياخذها مقطوعة الكرة بالراس من خالد المولهي البلايلي تمشي الكرة أسامة دراجي أسامة دراجي ما يتعداش وتغطية ممتازة من حسام الزرلي في مرة أولى والمرة الثانية الحكم يقول مخالفة مخالفة البلايلي يجبر حسام الزرلي على ارتكاب المخالفة مخالفة 24 متر البلايلي مقوسة والهدف الثالث ممتاز الهدف الثالث البلايلي مباشرة في شباك علي العياري ممتاز جدا هذا الهدف هاي الإعادة رغم محاولة علي العياري البلايلي مباشرة في الشباك 3-0 للترجي أمام القوافل في 88 دقيقة لعب من المباراة طويلة الكرة منه لليمين يوسف البلايلي يوسف البلايلي يوسف البلايلي يوسف البلايلي يوسف البلايلي هو الكرة في التماس الهدف زوز جاو في الشوط الأول الهدف